لمن الحق في موضوع هذا التراشق الدبلوماسي بين العراق والكويت وترسيم المياه الإقليمية الحدودية؟ حقيقة هذا الملف فيه حساسية كبيرة، وهو ينطلق من عدم وجود ثقة بسبب التراكمات السياسية والاقتصادية والأمنية بين البلدين. للأسف أيضا أنه عندما يدخل العامل السياسي، بعض السياسيين مجلس النواب العراقي أو مجلس الأمة الكويتي، بدلا ما يفتحون صفحة إيجابية للحوار المباشر، أيضا يحدث التصعيد ويحاولون أن يسوقون هذه المشكلة لتكون قضية رأي عام. أقول أنه قضية شائكة ترسيم الحدود، وأي من الطرفين محاولة فرض الأمر الواقع ليس ولكن في دكتور مستقبل دكتور الكويت ولا في مستقبل الكويت يعني تحدثت عن هذه الشكوى وردت قائلة أنها وجهت دعوات إلى الجانب العراقي منذ عام 2017 بالمجيء إلى طاولة الحوار والبدء بتقسيم يعني الحدود وترسيم الحدود بالمياه الإقليمية الخليجية، ولكن لم يكن هناك رد من الحكومة أو تجاوب من الحكومة العراقية. أيضا عندما نقوم بطريقة مهنية محايدة إعلامية وموضوعية تحليل أنه البيان الكويتي والتصريح الناطق باسم الخارجية العراقية بالضبط أنه النقطة في خور عبد الله الحدود لم ترتسم بشكل رسمي، وبعد ذلك النقطة المختلفة عليها 162 أيضا معلقة، ولذلك أي مبادرة لإقامة أي فعل عليها منصة بحرية أو أمنية كما ادعى الكويت، هو البيان الكويتي نفسه اعترف على أنه هالقضية قضية إشكالية. ولذلك من باب الحكمة، من باب المستقبل الأخوي للبلدين، أنه لا أدخل بهكذا أفعال ممكن أن تثير مشاكل، لا سيما من الطرفين هنالك ناس عندهم أجندات للتصعيد. صحيح. طيب إلى أي مدى سيصل هذا التصعيد بين العراق والكويت؟ إلى أي مستوى؟ أعتقد هنالك أطراف مستعدة أن تصعد ذلك، هنالك وسائل إعلام سوشيال ميديا غير منضبطة، أقول هنالك تراكمات كثيرة، هنالك بعض الأشخاص بعض الشخصيات حتى أنه نافذة بالكويت ما زالوا يعيشون عقدة الاجتياح العراقي للكويت وينظرون لخطر ممكن أن يحدث. ثانية، أكو أطراف أخرى تم تعبئتها بالعراق على أن الكويت فرضت أمر واقع وهو الثاني. في زمن صدام حسين بعد غزو الكويت قرارات قاسية جدا بتعويضات أنهكت الاقتصاد العراقي ولم تتنازل عنها الكويت، هذه أنه نمت اتجاه ضد الكويت. ولذلك أنه هاي الخلفيات المفروض هنالك علاقات دبلوماسية باردة، دبلوماسية ناعمة، ولكن الآن العلاقات عذرا دكتور لكن العلاقات بدأت تعود إلى والمياه بدأت تعود إلى مجراها، خصوصا مع الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين وزيارات المتبادلة بين الوفود الدبلوماسية من الجانبين العراقي والكويتي. لماذا لم يتم بحث هذا الموضوع برأيك؟ الحقيقة ما زالت كما قلت النار تحت الرماد، هنالك من ينفخ فيها لكي تتأجج، هنالك من يريد، ولكن لماذا لم يكن هذا الموضوع يعني على رأس قائمة أو طاولة النقاش أو أجندات الوفود التي ذهبت إلى الكويت؟ أنا أقول بشكل صريح، الدولة العراقية والسلطة التنفيذية والتشريعية لم تتصرف كدولة معاصرة لها أدوات ووسائل إقناع تستطيع أن تتحاور كدولة مقتدرة. بعض الأطراف الخارجية تتعاملت مع مناطق هشة، هنالك ملفات وصلت للقضاء العراقي عن بعض النواب وشخصيات مهمة قد تلقت رشا من أجل التنازل عن حدود بحرية أو برية. نعم. هذه القضية متفاعلة وموجودة ومسجلة على الورق. طيب، لو كان هنالك دولة حقيقية. نعم. نعم. هل تعتقد أن القضاء الدولي سيكون الفيصل في هذا الموضوع؟ أبدا، يعني القضاء الدولي راح يأزم الأمور أكثر وقضية طويلة، لكن الحل الأنجع والصحيح بدء حوار دبلوماسي، دور المثقفين، دور الأكاديميين، كل هؤلاء أن يخلقون رأي عام إيجابي ممكن أن يقود الأمور إلى الحل والدبلوماسية، خاصة أنه لا الكويت ولا العراق يتقبل نزاعات من أي نوع وأي نوع من التصعيد.
وضحت الصورة من بغداد. عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد دكتور هاشم حسن، شكرا جزيلا لحضورك معنا. شكرا.